نفذ عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون الضريبة المترتب على جمعية رعاية الطفل ذوي الإعاقة أو استثنائهم من هذا القانون. وطالب المعتصمون أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الضريبة بعد أن ترتب على الجمعية ضرائب أكثر من 60,000 دينار على مشروع فلترة المياه الذي منحته وزارة التخطيط والتعاون الدولي لهذه الفئة. أتينا لهذا الصرح الإنساني، مجلس النواب، الصوت الناطق باسم المجتمع المحلي، بعد أن راجعنا الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط. احنا منحنا بمشروع فلترة مياه من وزارة التخطيط، ونجحت أكبر نجاح في أول سنة من إنتاجها، لكن تفاجأنا بأن مجلس النواب تغول على هذه الجمعيات الخيرية وعدل القانون بأن قاموا بتحصيل مبلغ 25,500 دينار خلال أقل من سنة على هذه الجمعية التي تخدم أبناء الوطن وبنات الوطن وأبناء جلالة الملك وأبناء جلالة الملك.